شو صاير؟ ليش لحقت على الباب؟ ما في شيء يا بي، هدول الناس اللي بياخذوا من صندوق المعونه. قالي صندوق؟ صندوق حاره القنايه يا بي، نحن استلمناه وجدورنا. ايه ما في شيء، هي اول الشهر وجايين يقبضوا. وليش لحتى يجوا لهول على الخان؟ جايين يقبضوا يا بي. انا عم بسالك ليش لحتى يجوا يوقفوا قدام باب الخان ويشوفوا الرايح والجاي هن عم ياخذوا معونه. يا بي هيك جرت العاده. خلصت من هلأ، بتحط واحد خاص نص يروح يدور على بيوتهم يعطي كل واحد معونته بيده. حلو والله، معونة بجرسة؟ مرحبا رشيدو. جيت والله جابك. ايه سيدي هات لنشوف شو بدنا نساوي اليوم نحنا. هلأ فوت وعود شوي لبين ما نطلع المستودع جيب لي هالكم توبق ماش، لأنه أبي صار له حصة عم يستناني هنيك وأخي حمدي لهلأ ما كان يجي. فوت لقلك. لك شو عم تحكي أنا؟ شو بدي أقعد ساوي هو؟ لك عود ما تعمل شي، فوت عود بس. يلا سلام. يا مو فوتي انتي على هالمحل تفرجي على القمايش بينما انا اروح جيب كل فوزرار. ايه يلا. يعطيك العافيه. اهلين اختي اهلين. والله ممكن تأرجيني هذا التوب اللي فوق؟ هلا بيجي اختي. مينو ها؟ اللي بدي ارجيك التوب. ليش ما تأرجيني يا انت؟ والله انا ما بعرف، شو بعرفني؟ شو انت شغيل جديد هون؟ اه ايه شغيل جديد. ايه ما بدها كتير مفهومية. نزل التوب افرده خليني اشوفه. يلا تكي وبيجي المعلم. شو يا مو لقيت شي عجبك؟ المعلم ماله هون وهذا الشغيل الجديد ماله فهمان خمسة من الطمس. امشي يا مو. لا وفي هذا الازعر اللي كان عم يلحقنا قبل شوي لساته واقف برا يبلي بقتله. يو مرحبا شباب. اهلين سهلين. بدنا نحكي كلمتين على رواق جوا. اللي شرف نحكي لنا كلمتين هيك على رواق. وليش ما بنحكي هون يعني؟ شرف معي تك كرمال الشوارع. شرف. شرف. تيسروا وياهم بعد اذنكم. امورة ضلك. عم تبطس على حالي مو اكل. لو ايدك بطس على حالي. ما عندك لب. ما عندك حد بلد لا. يا ابن حسن الله حسن خرفها هيك بروح خرفها هيك. يا كريم. ايوه السلام عليكم. يا سلام الله يا كريم. شرف هات الاثنين الاخرى ياتوا. يلا مرحبا عزو. بس عليك قسام. شو لسا ما خلصت قدرة الفول؟ لا شلون ما خلصت؟ صار لها حصة خالصة. أخي أبريل المي معيتها. صار. لا كان شو ناوي يساوي؟ لك شايف طاولات وكراسي وأبريل المي. لو ناوي تفتح مرسح بدال أبو خليل الأباني. هو شو؟ يعني إيش كانوا الزباين هيك أكابر شرواك بالخير؟ إيه بدي أعمل لهم مرسح بيمزع القعد. بس إيش كانوا نص كم؟ وكثير عليهم كراكوز وعواز. قوي من قريبه، قوي من قريبه كسام. عيوني. لكان هات لشوف شربنا شي شغلة حلوان هالقهوة. ليش ما قلت لك؟ قبل ما تقول لي وديش كلامك دج. اسمع شو راح اقول لك. بدي اشرب كاسة شاي. ايه اذا عجبتني راح بعطيك حق. ايوه راح صير زبون مداوم عندك. شو رأيك؟ مش كان ما عجبتها؟ اها وقتها يا سيدي بكل حادث حديث. والله كتر خيرك فضلت على راسي. ليش عم بتسفق؟ لا والله خرجك تبتع قهوة ويجيك زباين كمان. ليش عم بسفق؟ لا تسفق بيفوت دمي. ما بحب التسفيق منو. على راسي على راسي. هلأ صار اسمها صدقة مو جرصة. يلي بيجينا ناقص منكمله، يلي بيجينا غلط مصلحه. الله يخلي لنا ياك يا بي يا كبير.
بدي اقول لك شغله يا بي، انا برايي انه فوق هالمعونه هي بركي كباريه الحاره بيحملوا لهم اثنين ثلاثه من هالمعترين وبيشغلوهن عنده، هيك بنكون عم نساعدهم اكثر. الله يكملك بعقلك ويكملها معك انت وجميله بذريه صالحه. شو صار مشان ابو عدنان؟ بعتنا له الدواء يا بي والحمد لله خف الوجع عنه. يا بي خميسيته بتضل ماشيه مثل ما هي، ما بتنقص ولا متليك. لا توصي حريص يا بي، هدول الناس برقبتنا. يا تاج راسي ومهجه فؤادي، انت النفس اللي بتطلع بين دفات صدري. شلون الواحد بيعيش بلا نفس؟ شلون؟ هي تبلع عيوني ويبلع قلبي اذا بده يحلى لهم النوم بدونك. غيابك عني مر، غيابك عني امر، بتحمله بس لحتى اشوف عيونك عم تضحك. ويا احلى كاسه شاي اكرك عشاء. يسلم ابو العز، ان شاء الله ميت صحه. حبيبي اياك يا ابو العز. ايوه ابو العز، لك احليب يا ابو الشام. احليب ربك، شو من وين لوين؟ والله شوفت عينك من هون لهو. شايف طاولات وكراسي وقلب قهوه العادي. من فضلك خيرك، شغله صغيره على الضيق هيك على قدي. والله انك قبضاي بتستاهل كل خير، بتعرف تاخذها من تم السبع. اصيل يا ابو الشام، عود خليني اشربك شاي. لا خليني لحق شكري ابن ميمز. لحقوا لحقوا. شو شكركار؟ لوين يا موفي الدين؟ في عندي مشوار اعلي. اعلي قلت لي؟ ان شاء الله بالهنا. عرس يعني؟ لا موتي. موتي تمساي هيك ولابس ومرستق امورك وروايح القطرة بتفوح منك كل الحارة. ايه هو الميت اللي عنا تقيل بالعيلة. ايوه يعني ايش كان الميت فقير كنت رحت لعنده ريحتك زيت كاز وحموضة. يا علينا اخي، عم قلك مشوار قاعدي، شو بدك مني اختصر؟ يعني هلا ايش كان انت رحت لهنيك وحدا قدحك قتلي ومسح فيك الارض مثل العادة، مين بده يفزع لك؟ اخي انا تركني لحالي بدبر حالي. العفو. ايه مثل ما بدك تصطفيل. الله معك ان شاء الله. هيك يا ابو العز ما بتوفق كل واحد كذاب وبيقلب العزل طهور. ابو الشام خلاص امشي معي بس بشرط. اخي انا ما بدي روح، مين لك بدي روح؟ اخي سحبنا الشرط، امشي بس. اخي ما بحب التماسي انا. مو تمساي. مو تمساي معناتها كنت عم تكذب علي؟ لا هو يعني مشوارين، واحد تمساية وواحد عرس، انت باخدك على العرس. يوم هلا بيطلع طهور. لا مو طهور ومو عرس. ومو عرس. ايدي على راسك. لوين رايح؟ لك هو واحد كانت مدوحسي اصبعته، عطيته دواء طابت، عمل حفلة صابع يعني. وين العود تبعه؟ هن الجماعة بعتوا لي خبر قالوا لي لا جيب معك شيء، مرستقين كل شيء ها ومجهزين على 24 بس تعال. وشو محضر لهم الجماعة؟ لولو بلولو شلة حبيبي طالب من الله الحلو نصيبي يا خيلي وشو بدك مني تسأل عني ليه أمر الله وحكم يا لولو أمر الله وحكم. شو موقعك يا قلب بحبالهم وشراك هذا الذي أنحنت سقم الهوى وشراك يا بك. سيد يا أبو حمدي أهلين، تفضل شرف. أبي هون؟ إيه إجا سيدي حسن وقال له سبقني. وعمتي وينها؟ أهلين وسهلين. أهلين أهلين. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. أهلين أهلين. خير إن شاء الله؟ ما في شيء؟ ما في شيء إلا كل خير، بس بدي اشوف ابي بالمروع على الدكان عاوزه بشغله ضروريه. تفضل مسطح بقوته. اهلا وسهلا. بالاذن منك عمتي. اهلين وسهلين. اهلين. تعال اعملي لهم قهوه. يلا لك ليش حافره الكوسايات هيك؟ قلت لك بدي اعمل شيخ المخشي يبقى كوسا محشي. والله نسيت. ايه فوتي 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 خلصيني. شرف يا ابي، هاي الدفتر مؤيد فيه كل شيء. كيف الشغل هالايام؟ الحمد لله يا ابي، يعني احسن من الشهر اللي فات. احسن بس لازم يكون اكثر يا ابي. أخوك تيسير شلونه معك؟ منيح يا بي الحمد لله الله يرضى عليه. ما عم يوجع لك رأسك؟ على سلامته يا بي. أخي تيسير ما في منه، بكفي إنه نخوجي وأبضاي. أنت النخوجي ولا أبضاي؟ إذا رجعوا جماعة الشاب بعطيهم قرشين ورضيهم.
أنو جماعة يا بي؟ يلي تعالى معهم أخوك. هيك بدي إياك راس، والراس ما لازم يحمل إلا النخب والشرف. صباح خير. الله لا يحرمنا من هالصباح يا سيد الرجال. حاجة تمدحي بابن أخي هلأ بتغار مرته. معناته بدها تغار من ثلاث ارباع النسوان لأنهم كلهم بيحبوه بيمدحوا فيه. سمعاني عمي، هي أميني عم تكبر براسي. لا والله عم تحكي الحق، حوطك بآيات الله. شو محبوب؟ شو ما فاق أبي عمي؟ بلا فاق، صلى وفات على غرفته. وتيسير؟ لا، هذا الباشا ما بيفيق إلا إذا حدا فيقه. يلا أنا فيقه. ساوي لك قهوة؟ لا يسلموا إيديكي. روحي ساوي لهم شاي. روحي. يلا. وين حط لك الفنجان؟ خلاص خدي خدي. تيسير قوم أخي قوم. تيسير قوم أخي قوم. قوم. خير أخي؟ شو في؟ صباح الخير. صباح النور خير. ما في شي ما في شي. الله يرضى عليك أخي. بدي إياك توصيلي على كم شقفة أغاباني بدي مرتي تاخذهم معها على طرابلس. ليش أخي؟ لا تريد تخطب لها؟ لك سد بوزك. إذا أنت ما بدك خليها تريد تخطب لي إذا هيك. أنت اعتمد، ولا براسي بخليهم يروحوا يخطبوا لك أحلى وحدة بالشام كلها. إيه؟ على المشموش إن شاء الله. ما قلت لك؟ أخي وبعرفك، الله يهديك، الله يهديك. غيره أخي، بدك شي تاني؟ بدي معيتك تمر على بغاجاتي وتجيب لي من عنده كم علبة محلي على كيف كيفك. وجب، غيره؟ سلامتك، خلاص أنا بقيت الأغراض. أنا بأمنهم. وبتقلي ما بدها تخطب لك؟ إيه علي وما علي، ما تكون مرتك جاي لعندي ومع كل هدول الغراض، وأنا بيكون عندي 10 بنات لحملها ياهون بدون نقد. إيوه، هلا هذا اللي طلع معك؟ بتقوم ولا بغسل لك وشك؟ لا لا لا، ليك لي هاي ماء مشحني. يلا قوم.